مش يقولوا حب الطفولة أصدق حب، مش يقولوا حب الطفولة يدوم، مش يقولوا حب البراءة هو الحب الطاهر اللي ما يتبدلش، الحب اللي يبقى لك الآخر نفس في حياتك، الحب اللي كل ما تتفكروا تضحك وتشيخ، هو الحاجة الحلوة اللي تنسي العبد في مرة عيشته. تحس روحك عايش في جنة ما فيها كان انتي وحب طفولتك وحب حياتك، او الحب عرفته تحفر في قلبك، الحب لول واللي تربى على عش قلبك وتوج روحه ملك قلبك الطاهر اللي دق للي ملكه باسم العشق. وشكون المحظوظ اللي باش يعيش قصة حب في حياته كما هذه؟ اي من واحد المحظوظين اللي عاش قصة حب كما اللي راوها في الأفلام مع أميمة اللي كانت له الخو والصاحب وكل شيء في حياته، كانت تغير عليه حتى من اسمه. وجين نهار اللي كبروا فيه وكل حد شد طريقه، أميمة نجحت ومشات تقرا في الفاك، وللأسف أيمن توفيت أمه وما كملش قرايته، وبعد 6 شهور تقابلوا. وينك شحوي الفاك؟ لا هاني الحمد لله، وينك انت؟ الجو شنو؟ لا صباح الحمد لله، عرفت على بنت جدود؟ ايه برشا ماشي الحمد لله. وانت صباح جو؟ والله توحشت قالك. والله حتى انا زاد توحشت، احنا برشا ما شفناش بعض. والله 6 شهور في حق على فكرة، سامحني على خاطر ما جيت في ميت الطلمك على غالب ظروف والكل. مش مشكل، المهم انت تو بقيت لي في حياتي. شنو هو كذي القديم اللي لبس التربوشة والكبوت؟ يا عمزر يستخدم بين تعلم قيلة تربوشة الشيب وذي المنقيلة متاعنا اللي ربطتنا من صغرتنا. يا حسرة، أيمن كان يستنى في اللحظة هذه وفرحان بأميمة، أما كانت الصدمة وقت اللي حكيت له على خطبتها وعندها شكون في حياتها، كانت له صدمة قوية. حب سنين للأسف كان من طرف واحد.
مقبول يا مقبول عكك يا مقبول عكك يا مقبول 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 يا لا بواسون هاي ما شبي صاحب شبي فيف لامور ياي صاحبي يا مش بي حالتك ولا تهكا و... لامور كوم لو بواسون كيفاش وصلت حالتك ولا تهكا إل ستوش تي تي لادوراسيون مي با فاسيل ياي صاحبي مريك كوم تي تون فو دون لامور تي فوا لا في كوم ان بارادي باهي صاحبي فهمك باهي مريق فهمك فهمك صاحبي وما عندك الرجال ما فهمتكش يخلي شبيك وصلت الحالة ذي صاحبي مون بيغ امي باهي صاحبي انسى انسى اللي خليتني تصير على الرجال هادي تصير على الرجال باهي مريق صاحبي تصير على الرجال والله هادي شبيك راجل صاحبي و بيه يصلي عني بيه فهمتني هيا بيه صعب يا عندي لك موضوع حاجة بيه فهمتني نو فاش يا ودي لا نو لا وي نو 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 يا ايمن نحكي معك لا صعب نو خليل 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 عشيرك من الصغرى نسيت عشيرك من الصغرى يا ايمن شبيك اوكي وين ماشي هاي معايا ما تقف ما عندكش فيها الثقه هاي معايا يا صاحبي تو نفرح بيك نفرح بيك هاي مي با فاسيل لامور دز راسك امون شبيك خم في شيء صح دز راسك صاحبي وغمض عينيك وما تخمم في شيء واضح صحيت عشيرين خم في شيء صاحبي غمض عينيك يوم كز راسك ما تخافش تخافوا في شيء بدا كيك امو وانا فرحة بخور يا ايمن حل عينيك صاحبي يا امو صاحبوش حل عينيك صاحبي انا كمل ما شكون هاي يا انت يا ايمن جاوك بيه صح تحكي بالرسمة يا مش بس صح شكور قلت لك على عينيك وانت بتشوف روح شوف مريق لك كيكة ايش خير الله خير هذا دي صلي على النبي يا خوي ولا ما عرفت شيء يا ولا ما عرفت شيء عندي ما مات لك ايش بيه ما عملت شيء يا دو خير يا صاحبي فيش كنت فيش بلي ايه ريت ما عليك ما عادش ترجع لك الماضي كل امورك المفرخة نقول لك فيها فهمت مانيك عليك وكذا ما قلت كرجع كما كنت ولطبيعتك صاحبي واختانا مك المواضيع ديك الجو ولي فيت ميت صح حب صاحبي رجع ولي فيت ميت رجع ولي فيت صح فهمتني ارجع عيش وريقها معرفتك في رجال كنوز هذه أصح معلومة تنجم تسمعها في حياتي وقفوا له الأولاد ورجع المخ ورجع يقرأ وكمل حياته وفهم أن العلاقة بين الطفلة والطفل يلزمك تبنيها درجة درجة كان فحش الدرجات وخلفتهم رو كل شيء بشي تيح في المي يلزمك تعرفها بيان وتقراها بيان هكيك مش تمشي العلاقة صحيحة وتعلم زيادة ان الدنيا ما تقف على حد مهما يصير فيه ديما اون افون جامي اون اريان وكيك خرج من الفرانزون اللي طيحته فيها اومين اللي كانت كلها علاقة وهمية كلها مبنية على كلام يزمك تعرف الشخص اللي يوريك الدنيا يوريك الحياة يوريك الطريق ويقف معاك سوى طايح ولا واقف على ساقيك
هيك هي الحياة وكيك هي العباد الباهي اللي يلزم يكونوا معاه. أما اللي يجبد بيك وانتي مازلت تتنفس 1% أعمال رد بالك تلفت له ذاك. Okay.